حي على الفلاح يا الله يا حسرتا يوم طال السهر يا حسرتا يوم طال السهر يا حسرتا يوم ضاعت الأعمار يا حسرتا على الساعات واللحظات يا حسرتا على الليل والنهار يا حسرتا على أصحاب لم ينفعوا يا حسرتا على أحباب لا يشفعوا يا حسرتا على عمر مضى وزمان ولى وانقضى يا حسرتا إذا كشف الديوان بخطيئة اللسان وزلات الجنان يا حسرتا يوم يعرض على الله حافيا عاريا يا حسرتا إذا عرض الشباب وما فيه من خطأ وصواب ولم يفقد العبد فيه غلة ولا حسرة بين يدي الله رب الأرباب يا حسرتا على 30 عاما أو 40 أو 50 أو 60 حين يلقى العبد بها الله رب العالمين يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله ذهب الليل فما تمتعت عيني بالبكاء فيه من خشية الله ذهب الليل وما تمتعت قدمي بالوقوف بين يدي الله يا حسرتا يوم يذهب الليل يوم يذهب العمر يوم يذهب العمر دون وجود الغنيمة والذخر يا حسرتا يوم طلعت شمسه يوم مضى ليله وطلعت شمسه ولم تنعم يداه بالسجود بين يدي الله يا حسرتا على صلاة أضعتها يا حسرتا على زكاة منعتها يا حسرة على أيام أفطرتها يا حسرة على ذنوب فعلتها يا حسرتا على خطايا تلبست بها يا حسرتا إذا كملت الديوان وعظم الوقوف بين يدي الله الواحد الديان يا حسرتا وهل تغني الحسرات يا حسرتا وهل يؤذن بالرجوع عند الممات يا حسرتا يوم لم أشكر النعم يا حسرتا لم أشكر الله على دفع النقم يا حسرتا يوم لم ينهج لساني بذكره يا حسرتا يوم لم يتلذذ لساني بشكري يا حسرتا يوم فاز الفائزون وغنم الغانمون وجئت صفر اليدين مما هم فيه يتنعمون يا حسرتا يوم فاز الصالحون بالدرجات وسموا إليها بنفوس عاليات ماديات ووقفت في الأخريات انظروا إليهم بتلك الحسرات يا حسرتا ولو كنت مطيعا على ما فرطت في جنب الله إن كنت مستطيعا